السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لو اختلف اتنين من المسلمين في مسألة فقهية ما أو حكم ما، بالقطع المسلمين الاتنين اللي بيجادلوا مع بعض، واحد بيقول له الطلاق مرتان فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، هل يقدر المسلم يقول له اثبت لي الآية دي؟ اتكلم على مسلم، أو أن هذه الآية لم ترد في المصادر اللي عندي، أو أن هذه الآية غير معترف بها عندي ولن أخذ منها حكما، ولا يقدر يجادله في الدلالة، يعني في تفسيرها، في دلالة الآية، يقدر يجادله في دلالة الآية، ولكنه بالقطع لا يستطيع كمسلمين مع بعض أن يجادله في ثبوتها، يعني المصدر الموثوق منه إن الآية دي اتقالت. إنما لو أنهم تجادلا في مسألة أخرى ومحتاجين فيها دليل، وأحدهم نسب حديثا للنبي صلى الله عليه وسلم، نضرب مثلا عشان تتضح الصورة، واحد على المذهب الحنبلي وواحد على المذهب الحنفي. المذهب الحنبلي قال له والله إنه أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل باطل باطل، أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل. في نفس الوقت الإمام أبو حنيفة أو اللي يمثل مذهب الإمام أبو حنيفة قال له والله هذا الحديث مش صحيح عندي، وسنده عن النبي صلى الله عليه وسلم غير موثوق به عندي. خد بالك أنا ما قلت الطلاق مرتان، هما الاثنين ما نطقوش، ممكن يجادلوا في الدلالة، إنما حديث بحجم فساد علاقة زواج بين اثنين هو حديث آحاد، وحديث الآحاد يعني لا الواحد أو اثنين أو ثلاثة بالكثير عن النبي فقط، يعم به البلوى. عارفين يعني ايه يعم به البلوى؟ يعني مثلا في مصر دلوقتي متاخد على مذهب الامام ابو حنيفه النعمان، يعني المراه بتزوج نفسها بنفسها لما تكون راشده، هذا الزواج كله باطل عند الحنابله، يعني كل الزيجات التي تقع المراه تزوج نفسها بنفسها في مصر هي باطله عند الحنابلة على وجه الخصوص مبدئيا، وطبعا في بقية المذاهب برضو، ولكن أنا بضرب أوضح مثل، هي باطلة. يبقى إذا أنت الوقت بتقع في إشكال أنه مروية عن النبي صلى الله عليه وسلم مذهب شكك في مصدريتها، في ثبوت المصدر نفسه. أنا بحاول أوضح لك إشكالية الأحاديث المنسوبة للنبي صلى الله عليه وسلم في مصدرها بين المذاهب، عشان هم يقول لك اختلاف العلماء رحمة. هي في الشكل اختلاف العلماء رحمة، هي فكرة هل قال النبي ذلك أم لم يقل ابتداء. أنت أصلا واحد بيقول أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وبالتالي أنا أخذت به، وواحد تاني بيقول النبي صلى الله عليه وسلم لم يقل هذا، يعني ثبوت المصدر نفسه. أبو حنيفة بقى كمان بيقول أن عائشة زوجت بنت أخيها في غياب أخيها والزواج كان صحيح، يعني بيضرب مثل مناقض لقول النبي صلى الله عليه وسلم المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم عند أحمد ابن حنبل. يبقى احنا هنا مش مختلفين في ايه؟ مش مختلفين في فكرة دلالة النص، لا، في ثبوت النص. طيب لو انت بتصلي الله أكبر وبعدين واحد ذكر اسم النبي صلى الله عليه وسلم عند أحد الفقهاء، عند الشافعية مثلا الصلاة تبقى باطلة لو انت قلت عليه الصلاة والسلام، واحد تاني يقول مندوبة سنة يعني كويسة مش فاهم مشكلة، واحد تاني يقول مكروهة، واحد تاني يقول يعني حاجة واحدة بس، واحد يخرجك من الصلاة وواحد يديك بها ثواب
الواحد يديك بيها سيئات، برضو مش فكرة خلاف رحمة، مش فكرة خلاف رحمة، ده فكرة عن كيفية ثبوت المصدر المستقى منه. أنا ما أعرفش أنت جايب المصدر منين. طيب، أمور جسيمة جت ولم ترد في القرآن ابتداء، مثل الرجم المنسوب للنبي صلى الله عليه وسلم وفيه إزهاق روح إنسان، حطها على جنب. ثم مجموعة من الخيالات والأساطير بتاعت العصور الوسطى التي نسبت للنبي صلى الله عليه وسلم، المسيح الدجال، بعدين عذاب القبر، وبعدين المهدي المنتظر، وبعدين نزول عيسى عليه السلام. كل هذه لم ترد في القرآن، وردت رغم ان هي المفروض يعم بها البلوى، يعني المفروض الناس كلها تبقى عارفاها، نلاقيها ترد فين؟ ترد في احاديث احاد، في احاديث احاد. وبعدين يقول لك لا، ما هو احاديث الاحاد دي ممكن يعضدوا بعضها البعض فتبقى نقويها، يعني تبقى تواتر معنوي. يعني امر جسيم يعم الناس كلها وخطر، يقولوا للنبي صلى الله عليه وسلم يحكي له واحد او اثنين فقط والبشرية كلها ما تعرفوش. حديث مثلا زي الدجال، واحنا كنا اطفال صغيرين واحنا رايحين بنصلي الجمعة وبنطلع نلاقي الراجل فارش الكتب، تلاقي على طول عينك تقع على كافر بتاعت المسيح الدجال، وجنبه كتاب عذاب القبر مكتوب عليه الثعبان الاقرع كده، وشكله يعني ثعبان كبير وضخم ومريع وعامل راسه كده زي الكوبرا، وجنبه طبعا نزول عيسى برضه من ضمن العلامات الكبرى ليوم القيامة، وبعدين جنبها الأربعون النبوية. يعني في أشياء كده بتشكل العقل المسلم منذ الطفولة إنه لازم يبقى قرأ الحاجات دي أو على الأقل ألم بيها وتشكل وتغذي خياله. يجي مثلا زي فكرة نزول عيسى عليه السلام آخر الزمان، يقول لك هينزل يعمل إيه؟ فايدة عيسى إنه ينزل يعمل إيه؟ يكسر الصليب ويقتل الخنزير. ما اعرفش يعني ايه يقتل الخنزير، يقتل الخنزير ليه يعني؟ ايه ايه فكره انه يقتل الخنزير وينزل مخصوص عشان يقتل الخنزير يعني، وبعدين يكسر الصليب على اساس يعني ان هو الفكره مضاده للمسيحيه، في حين ان كلمه المسيح نفسها هي اصلها يهودي اسرائيلي، فكره عبريه، فكره المخلص، المسيح هو المخلص. كل الأنبياء اللي جم عند بني إسرائيل ولم يقيموا دولة أو مملكة لهم قالوا عليهم أنبياء كذبة ودجالين. فهي فكرة المسيح الدجال دي جاية أصلا من اليهودية، أنبياء كذبة ودجالين. يوم هم يقول لك إن واحد مسيحي اسمه تميم الدراري على ما أعتقد أسلم، وبعدين بقى صحابي بقى وراح للنبي صلى الله عليه وسلم، فهو كان رايح في رحلة صيد فشاف جزيرة كده وواحدة مش باين معالمها هل هي رجل أو أنثى، وبعدين يعني قالك هي كده اسمها الجساسة، الجساسة دي كانت بتتجسس للمسيح الدجال على الناس اللي بتعدي، وبعدين دخلوا لقوا المسيح مربوط في كده وبعد ما اتربط ومشدود وضخم وكذا، سألهم النبي بتاعك وظهر، قالوا له آه وكذا، وقعدوا يناقشوا المسيح. راح هو بقى للنبي صلى الله عليه وسلم وحكى له قصة المسيح الدجال، وبعد لما حكى له قصة المسيح الدجال النبي صلى الله عليه وسلم طبعا ما كانش منتبه، ما كانش واخد باله، واخد باله من خطورة الموقف، ولما اخد باله من خطورة الموقف عمل ايه؟ قام بقى وقال للناس بعد الصلاة على طول، خلص الصلاة وقال لهم المسيح الدجال جاي ومش هيدخل مكة والمدينة، ولو جاء انا فيكم هكفيه، انما لو ما عرفش اعمل لكم حاجة، بس خدوا بالكم ان ربكم ليس بأعور. يعني المسيح الدجال هيكون أعور العين، وربكم اللي هو طبعا المسيح اللي هو عيسى ابن مريم، لانه انت بتقارن بشر ببشر، مش اعور، فخدوا بالكم لان المقارنه هتكون بين اله حقيقي واله مزيف، وطبعا الاله الحقيقي اللي ينفع يكون مش اعور عشان نقارن بينه هو عيسى. فهي مجموعه من تراكمات الاسرائيليات والمسيحيات التي تسللت الى الاسلام ودخلت غزه العقل المسلم. اما فكره المهدي المنتظر فهي فكره طبعا انتقلت الى المسلمين خصوصا عن طريق التشيع اكثر منها عن طريق الفكر السني، لانه محمد بن عساكر الامام المهدي اللي هيرجع في اخر الزمان دي فكره اساسيه عند
المذهب الشيعي الإمامي على وجه الخصوص. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.